ريحان خانم، إجاكي ضيف الأستاذ آدم. أهلا وسهلا. مرحبا، كان عندي شغل بالمنطقة، قلت بمرق بشوف السيد حكمت. بعرف أني مقصر وكان لازم إجي زوره من قبل، بس فين نشوفه هلأ؟ أي طبعا، تفضل. كتبت لك ملاحظات وجبت لك الكتاب، هاي الملاحظات رح تساعدك كتير بدراستك. عن جد شكرا كتير. تفضل تفضل فوت. حضرتك لك فضل كبير علي، بفضلك صرت أستاذ جامعة. دائما كنت قدوتي، علمتني كيف كون قوي، ما أتراجع وكمان ما أستسلم أبدا. بتمنى أنجح وما خيب ظنك. رح صير دكتور بالجامعة بعد ما أقدم أطروحتي. بدي تدعيلي لخبرك أخبار حلوة لما زورك المرة الجاية. رح أمشي، ما بدي أتعبه أكتر من هيك. ما رح أقطع زيارتي أبدا. إذا معك وقت خلينا نكسبك بفنجان قهوة، شو رأيك؟ ما بدي أحرجك، أنا جاي بلا موعد أصلا. استغفر الله، ما في إحراج، بعدين أنا ما عندي شي، نشرب قهوة مع بعضنا. ماشي، تفضل. تفضلي. خير، شبك مبين مو على بعضك ومزعوج، ليكون المحامي قال لك شي خبر سيء. يعني جامري عطي إفادة للشرطة ومخبصة كتير بالحكي، انزعجت لما سمعت، بس لما فتي لعندي وشفتك نسيت اني متضايق ورجعت ضحكت لي الدنيا. بس اجيت لحتى اقلك انه في عنا ضيف برا. مين هو هالضيف الغليظ اللي جاي بوقت مو مناسب ابدا؟ الاستاذ ادم، عرفتك عليه. ايه تذكرت. اهلا وسهلا، بس يا ترى شو سبب زيارته؟ جايب لي ملاحظات عن الدروس اللي راحت علي ليساعدني ادرسهم، وجاب لي معه كتاب وكمان. كتير منيح، ممتاز. معناها أنا لازم أطلع سلم عليه وأشكره كمان، ما حلوة ما هيك؟ دقيقة، كنت بدي أقول له أنه جاي يشوف خالي كمان. أهلا وسهلا. أهلا فيك سيد أمير، أنا الأستاذ آدم، تعرفنا بالجامعة. كيف صحتك؟ منيح الحمد لله. ريحان خبرتني إنك جبت لها ملاحظات لتساعدها تعوض اللي راح. عزبت حالك، شكرا كتير. لا ما في عزب، لما شفت حماسها وإرادتها الكبيرة حبيت ساعدها، وأكيد بفترة قصيرة رح تلحق الباقيين إن شاء الله. إيه تمام، ممتاز، كتير منيح، هي شهادة بنعتز فيها. بصراحة أنا تشرفت بمعرفتك. أنا خبرت لريحان إنه والدك. بعتذر بس لازم رد على المكالمة. ألو؟ شبك شو عم تعمل؟ مثل ما بعمل دائما، فيني أمسك إيدك بأي وقت وبأي مكان بدي اياه وما حدا بيمنعني. آسف مضطر امشي فورا، طلع لي شي مستعجل. نلتقي اكيد. خليني وصلك. شكرا لك.